رفعت مصطفى ابن عم والده وعم القتيل المتوفي. تلقيت الخبر ده عن طريق جوز بنت ابن عمي اللي هو الاستاذ هادي حوالي الساعه 12 الظهر كده. على طول توجهت لطنطا، وانا اصلا مقيم في كفر الشيخ، ورحت على نيابه طنطا نيابه المركز بالتحديد. فضلنا نحاول نخلص الاجراءات لغايه ما الساعه 4:30 5 كده اخذنا الاجراءات وتصريح بالدفع. طبعا رحنا شفنا الجثه مكسوره في الراس خالص، منظر بشع بشع بشع، يعني يصعب على الانسان ان هو يشوفه. ربنا ما يكتبها على اي شاب او اي انسان عامه يعني. بعد كده احنا خلصنا اجراءاتنا، جبنا التقرير الطبي والتصريح بالدفن اللي هو حاله وفاه وانفصال في الراس. انفصال الراس كامل. وجيت الطب الشرعي عمل تشريح، وبعد كده اخذنا اجراءاتنا وصلنا. دفننا حوالي الساعه 12 12 وربع كده. محمد عامل ازاي في العيلة؟ محمد شاب زيي، شاب جدا محترم، كل الناس بتحبه وليه اصدقاء كتير. لو انت شفت امبارح في حفلة الدفنة اصدقاء كتير كتير جدا يحبوه، وهو كان وقت الشباب حلو يعني مش وحش زي الفل. كان عنده هواية ان هو بيكتب على الجلد كده، وهو خطه كان خطه جميل اصلا يعني. فكان بيكتب على حاجة معاه الجلد وعلى المكرونة، وكان بيعمل ميداليات كده يعني. كان يقعد بقى ساعات بيقف بقى في المعز، ساعات بيقعد بقى في شارع الجمعية في اسكندرية. هو أصلا متعود يروح يقعد له 3 4 5 أيام في اسكندرية ويرجع كده. كانت وقعت الصدمة عليكم ازاي أول ما عرفتوا الخبر؟ اتصرفتوا ازاي؟ محدش كان مصدق حاجة طبعا. طيب احنا عرفنا ان الوزارة عاملة زي منحة كده 100,000 جنيه غير الحق القانوني. شايف ان ده حاجه مرضيه مثلا، او حاجه ما هتكون جابت حقه او حاجه زي كده؟ لا مفيش فلوس طبعا هتعوضني عن اخويا، انا عايز حقي بس. حقي ده ان هو يتعاقب، هو ده ان هو يتعاقب، ده حقي بس مش عايز اكتر من كده. انت طلباتك ان عايز حق اخويا. زي ما شفته امبارح كده، شكله امبارح كده اللي ما حدش يشوفه يا رب في عياله، انا عايز حق شكله امبارح. استقال او ما استقالش دي مش هتفيدني بحاجه، دي مش هترجع لاخويا برضه. انا عايز حقي من اللي عمل كده بس، ماليش دعوه مين اللي يستقيل او مين اللي ما يستقيلش، دي مش هتفرق معايا كتير. انا عايز حقي بس، هو ده اللي انا عاوزه، مش عايز اكتر من كده. انا اتلقيت الخبر اول امبارح الفجر، يعني صحيت امبارح ان هو كان مع واحد زميله في اسكندريه وكده، وجايين في القطر ووقعوا في القطر. لما رحنا بقى عرفنا التفاصيل اللي الناس كلها عارفاها، بس حاجه بسيطه بس احب اوضحها، ان هو محمد ما كانش بقى متجوز. محمد عندهم شقه في اسكندريه في الهنوفيل، وكان رايح هو واحد صاحبه بيقضي يومين ثلاثه زي اي شابين بيروح يقضي يومين. يعني ما كانش بقى متجوز زي يا باشا؟ ما كانش بقى ما فيش الكلام ده. هو كل الحاجه الوحيده علاقته بالشغلانه ديت ان هو كان خطه حلو، بيجيب المكرونه وعاوزه يكتب عليها يعملها ميداليه، الحاجات دي هو بيحب يصنعها على ايديه بس. هوايه يعني؟ كهوايه، لكن هو اصلا يعني ملوش في الكلام ده، ولا بقى متجول ولا الكلام ده. ومفيش بقى متجول بيركب قطر اسكندريه اسوان في اي بي، دي حاجه معروفه والناس كلها عارفاها. فهم مطلعين ان هو كان بقى متجول، هو بقى متجول ولا حاجه، والعمليه كلها ان هي الفلوس اثرت معاه. واتصل بوالدته واخوه، يا جماعه الامر الفلوس اثرت، قالوا اتصرف، هات اوبر، هات اي حاجه، ميكروباص مخصوص، وتعالى لغايه البيت وهنحاسبك. هو نصيبه ان هو يركب القطر هو واحد صاحبه ويحصل اللي حصل.